صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان هناك عدد من المبشرين بالجنة كعائشة رضي الله تعالى عنها وعكاشة بن محصن وثابت بن قيس وغيرهم، فما الذي خصص العشرة المعروفين بالجنة عن غيرهم فيقال العشرة المبشرون بالجنة؟ أي نعم، ما خصصوا، ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية في واسطية يقول: نشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وقيس بن ثابت بن شماس. نعم، فمن شهد له الرسول يشهد له ولو لم يكن من العشرة، يضاف إليهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لكن هؤلاء امتازوا بأن الرسول شهد لهم جميعا في موقف واحد، وأيضا كلهم من قريش رضي الله عنهم. نعم.